الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. عودة جديدة لفيروس كوفيد بعد تنامي هذا المرض وهذا الفيروس في البلاد التونسية. حابين ناخذ رأي المواطنين، خرجنا للشارع ورصدنا لكم أراء المواطنين. كما نعرفوا الفيروس جاء دخل قبل وأثر ياسر على الـ على الـ على برشا حاجات، وتقلقت برشا ناس منه وضرت برشا ناس منه، ولذا ما نحبوا نرجعوا لك بالحق، ما نحبوا نرجعوا له الفتره هذيك، خاطر خايبه برشا، وسيرتو توا معناها زاد تحللت الحدود ودخلوا مرحبا بهم اخوانا الجزائريه. اما ماذا بينا، ماذا بينا ثم اخويا برجلي، ثم نحبوا على وقايه، نحبوا كيما نرجعوا كيما قبل اكل البروتوكول هذيك، كل التباعد الجسدي، اللي بافيت أمني. ماذا بينا، ماذا بينا اخويا الناس تتوقع رجعت الكورونا، لكن اللي لاحظوه انه الناس مازالوا معناها فنساوها، معناها اعتبروها هي انتهت وفات، لكن هي في الحقيقه، في الحقيقه ما انتهتش. واللي نشوفيه وانه الناس معناها ما همش مبالين بالعوده هذه، معناها اللي هي ممكن انها تكون زاد عندها تاثيرات سلبيه. ان شاء الله معناتها يعاودوا ياخذوا اون كونسيديراسيون الحكايه ويجندولها ويستعملوا معناتها الوقايه معناتها الكل. نحاولوا ان نبعدوا شويه، نحاولوا ان نحميوا رواحنا، نلبسوا بافاتياتنا، نستنبوا الاختلاط بالعباد برشا، نسلقاو يسيرتو برشا قاعدين فوق بعضهم برشا العباد، ناتج بدروا الكوشه نتاع الخبز تلقانا ملهوفين على الخبز، العباد كل فوق بعضها. حاول تبعد العباد شويه باش ما نعاودوش نطيحوا في الاغلاط نتاعنا. ننصح العباد يواصلوا بالكنايم، يواصلوا بالحجر الصحي، معناها في حاجات يتعاملوا كما قبل ما يغفلوش، لازم يواصلوا يستحفظوا على رواحهم ويستحفظوا على صغارهم، يستحفظوا على كل شيء وعلى كل لمه الكبيره وعلى كل الزحمه وعلى كل حاجات. بالنسبه لي انا عامل 3 دورات تلقيح ونخدم على رواحنا ونتجنبوا الحظب شويه، فهمتني ولا لا؟ لا ونخدموا لاباس، يا ربي يوريك الحمد. يستحفظوا على رواحهم، يبدوا على حظبك، التجمعات 5 و6 من الناس، لا حتى كي نقعدوا 3 و4 مع بعضنا، واحد غادي واحد هنا، الاخر بيني وبين صاحبه مترو 20، مش مشكله، النجم نتحدثوا ونجموا نحكوا، اما مش لازم ما نلبسوا وجوه بعضنا هكا. نعملوا الكمامه، نبعدوا على بعضنا باش تنقص العدوى، لان العدوى دي ولد خفيفه برشا، صحيح مش قويه برشا، لكن المفروض الكبير راه يضر. نحن الله غال اللي يحب ويستحفظ على روحه ويستحفظ عليا، يعمل مزي يعمل كمام باش على الاقل بقل عدوى، لان ماشي وزيد نحن اول حاجه لا دويات عندنا ولا سبيطارات عندنا وما عندناش باش نقاوموه. والله الوضع الجديد هذا انا ديما ننصح بالكمامه بالجيل بكذا بالطبيعه شويه، الوضع بدا شويه ان شاء الله اقل من قبل شويه، خطرته مش كي قبل قبل، انا ديما ينصح ارتداء كمامه بالجيل هذيك اللي نجم نعملوه. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.